شيدينج كده مثلا بس بربر هيك خلاص بس بربر ديفيجن زي ايه ديفينيشن عادي لي قيمه مينيمم حوالي 2400 اسمها اي كي ام مينيمم والاسلوب بتاعه بالكي بتاعته 8 من 10 واسلوب خط مستقيم زي ما انت شايف يعني لما تيجي تجيب له الاسلوب مجرد تجيب له اي ديفرنشال اي ريسبنت تقسمهم على بعض وانتهينا من الموضوع الزل اللي مش محتاج اي معادلات يعني خلاص ده البازون ماشي وده التشيك زون طب والاختبارات اللي بتتم فيه بس اسلوب وخلاص بيك اب واسلوب وخلاص 5 سكند تايم ديلي لا ده اسمه ديفرنشال كارنت الارم لا التحديد تايم ديلي ما التايم ديلي بتاع الديفرنشال كارنت الارم ايوه ممكن صح صح ايوه في الديفرنشال هو ملوش تايم هو ملوش تايم زيرو استنتنا ستريب ده باص بار عندي تايم الارم 10% قيمته 10% والتايم بتاعه 5 سكند شمس عبده اتفضل يا باشا ايه اللي بيختبر في الموضوع ده البيك اب بتاعه والتايم واللو والستوب والستوب فيريس انت بتختبر الديفرنشال الارم كارنت الارم ماشي ديفرنشال كارنت الارم برضو بتروح حاجه اسمها سيستم ريسبونس على حسب فور ديفرنشال كارنت الارم ايه اللي هيشتغل يا اما كونتينوس ان اوبريشن يا اما بلوك باصبار كامل او سيلكتيف بلوك باصبار بروديكشن الفرق بالثلاثه كونتينوس اوبريشن ان هو شايف الارم بس شغل باصبار عادي ما